عندنا في هذه الفقرة ملف حقوق الإنسان اللي حنفتحوه اليوم. الموضوع يعني قضية حقوق الإنسان دائما ارتبطت في الذهنية، يعني في الذهنية الموجودة حاليا بعد سبع سنوات اللي كانت سبع سنوات يعني فيها إيجابيات وفيها سلبيات، ولكن للأسف كانت العثارات اللي فيها أكثر من أي شيء ممكن نقدر نحن نصفه بأنه هو شيء إيجابي. فقضية حقوق الإنسان أصبحت تطاردها اتهامات في جهات معينة، يعني تحاول أن هي تصف حقوق الإنسان وكأنها هي فكرة غربية، وكأن الناشطين في مجال حقوق الإنسان اللي يحاولوا أنهم يوثقوا الانتهاكات اللي دائما تحدث ضد الإنسان وتنتهك وتنتقص من أدميته، دائما يحاولوا يوصفوا فيهم أنهم يعني عملاء لدى جهات غربية ولدى دول غربية. ربما هالجهات الإعلامية أو هالضخ الثقافي اللي دائما يحاول أنه يشيطن ويجرب فكرة حقوق الإنسان، ربما ما عندش فكرة أن أساسا حقوق الإنسان معاش أصبحت مفهوم غربي، هي أصبحت مفهوم إنساني عالمي، لأن الحضارات والثقافات المختلفة كلها انصهرت في قضية حقوق الإنسان، الحضارة العربية، الحضارة الإسلامية، الحضارة الأوروبية، كل الحضارات شاركت بشكل ما، والحضارة الآسيوية أيضا شاركت في بلورة وصياغة مفاهيم حقوق الإنسان اللي وصلنا لها الآن في هذه الفترة. فالملف حقوق الإنسان، التقرير الوطني أو تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في خلال جردها لعام 2017 الماضي كان تقرير مخيف جدا، والأرقام الموجودة فيه أرقام مرعبة. ربما نحن مش محتاجين لتقارير عشان نقدروا نلمسوا قضية مدى انهيار السقف الحقوق الإنسان داخل ليبيا، لأن نحن نعيش فيه واقع والناس يعيشوا فيه واقع، ولكن التقرير يعني يضعك على الطريق ويجعلك تتأكد من الشيء اللي انت موجود فيه ومن الواقع اللي انت موجود فيه، تستشعر شكل الواقع اللي انت موجود فيه اللي من المفترض انه هو يتغير. تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تزامن أيضا مع تقرير لحقوق الإنسان من البعثة الأممية، ويبدو يعني للأسف أن ملف حقوق الإنسان كان سيء جدا، أو عام 2017 كان سيء جدا في مجال الحقوق والحريات في ليبيا. شهدنا يعني في بداية الانتفاضة كان سقف عالي جدا، وكانت الناس تتطلع أن هي يعني قضية الحرية مش بس شعار، أن هي تعيشها واقع، أن هي ثقافة. حرية لها علاقة بالديمقراطية، يعني في البعض اللي يحاول أنه هو يخلط المفاهيم ويقول أن الوضع الفوضوي اللي نحن عايشين الآن وثقافة الفوضى وإدارة الفوضى الموجودة في ليبيا بسبب الحرية، ولكن العكس، غياب الحرية هو اللي يفسر وجود الفوضى، غياب الديمقراطية هو اللي يفسر وجود الفوضى، ليس العكس. يعني لو أن الناس آمنت كلها بقضية الحريات وبقضية الحرية الفكرية اللي هي تعتبر أم الحريات الفكرية، الحرية السياسية والحرية الاقتصادية وباقي الحريات والبنود اللي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان العالمية، لو في وعي مجتمعي وفي ضمير مجتمعي يصل للإيمان المطلق بقضية الحقوق والحريات، حتنتهي الفوضى فورا، حتكون الديمقراطية هي البديل الصحيح، وحتكون الديمقراطية هي البديل الأمثل. يعني التجربة الإنسانية إلى الآن آخر شيء اكتشف الإنسان أو وصل إليه في إدارة الخلاف السياسي وفي قضية التداول السلمي على السلطة وفي إدارة الدول وإدارة الخلافات السياسية هي الديمقراطية. إلى الآن الإنسان ما توصلش لشيء أفضل، وهذا يفسر يعني هذا هو الشيء الإيجابي عند الناس، اللي التقرير اللي حكينا عليه في الفقرة اللي قبل هذه، إن كيف العدد وصل لأكثر من 1,800,000 في قضية تحديث قوائم الناخبين. في الوعي العام عنده يستشعر هذه القضية، عارف أن الطريقة الحضارية لإزالة كل من موجودين في المشهد، الشخصيات السياسية اللي عندها رغبة يبدو أن هي يعني تظل للأبد على قلوب الليبيين، عارفين أن الطريقة الحضارية للتخلص من كل هذه المعوقات اللي يعني اللي هي أصبحت عائق حقيقي أمام عجلة الاقتصادية وأمام عجلة الحياة السياسية والمشهد السياسي، الطريقة المثلى والوحيدة هي التوجه لصناديق الاقتراع لتغيير الواقع، لأن الديمقراطية ما هي شيء خيالي أو نموذج نحن نفكره ربما نطبقه ربما يصلح أو ما يصلحش. لا، في دول في العالم المتقدم دول ديمقراطية نجحت أن هي تحقق رفاهية اقتصادية، ونجحت أن تحقق استقرار سياسي أيضا. معنا الآن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف أحمد التواتي الناشط المدني من مدينة بنغازي. أحمد، تسمع فيها بوضوح؟ نعم نسمع بك. أهلا وسهلا بك في برنامج البلاد. سيد أحمد،
اهلا وسهلا بك وبالساده المشاهدين. نعم، يعني انت بلكي كنت تسمع في البرنامج قبل الاتصال، كنا نحكوا على قضيه ملف حقوق الانسان وكيف انه كان هو يعني عام 2017 كان سيء جدا في قضيه ملف حقوق الانسان. احمد التواتي كناشط مدني ويعني تحاول ان تتابع وترصد اهم الانتهاكات في ملف حقوق الانسان، كيف شفت 2017 الماضيه في قضيه ملف حقوق الانسان في ليبيا؟ نعم، الحقيقه ان ملف حقوق الانسان لا يزال في ليبيا يعني سيء جدا، واول هذه السوء بوادره في ان هو امكانيه الافلات من العقاب لدى الجناة او من يرتكبون اي جرائم في حق حقوق الانسان. للاسف نعم. الشديد حقوق الانسان كانت تقدر تقول غائبه تماما في ظل غياب الدوله، في ظل تغول مجموعات اسلاميه على المشهد، ارهابيه لا تعترف باي حقوق وباي يعني لا يوجد اي قيمه لاي انسان. ولكن للاسف الشديد ان حتى ما بعد التخلص من هذه المجموعات للاسف الشديد لم تحترم السلطات القائمه الان ولا الاجهزه الامنيه التابعه لها هذه المعايير، بل بالعكس اصبحت مدعاه للتندر. كلمه حقوق الانسان ومن ينادون بحقوق الانسان اصبحوا مدعاه للتندر، وكانه امر يعني عادي جدا ولا يمكن الحديث عنه في ظل هذه الاوضاع. وهذا الكلام للاسف الشديد غير صحيح يعني، والناس للاسف ما هيش فاهمه واجباتها، ما هيش فاهمه حقوقها اللي يفترض ان هي لا تتنازل عنها، واللي يفترض ان هي لا يمكن ان هي تستباح بحجه وجود حرب او بحجه حاله طوارئ او بحجه حاله تعبئه عامه او اي تحت اي حجه في حد ادنى من الحريات للانسان. طيب سيد احمد، يعني خليني نعم. نسالك، فكره الحرب على التنظيمات الارهابيه او الحرب على الارهاب، هل برايك يعني هل تمثل او خلينا نقول هل تبرر قضيه يعني خلينا نقول ان حقوق الانسان هذا هو الهم الاخير، نحن الان امام حرب على الارهاب الى اخره، ونتجاهل فكره حقوق الانسان يعني وفكره الجماعات المدنيه الضاغطه في اتجاه ان هي تكون مراقبه ومتابعه لاي جهات سياسيه او عسكريه تخوض حرب على الارهاب، هذه الجهات المدنيه اللي دائما يعني من المفترض ان هي تمثل خط المجتمع او الخط الاول للدفاع عن المجتمع ضد الارهاب، هل من الممكن ان تسير قضيه حقوق الانسان مع الحرب على الارهاب في شكل موازي او في مسارات متوازيه؟ شوف، العالم المتحضر تجاوز المساله هذه، وللاسف حتى ليبيا يوجد فيها ما ينظم هذه العمليه. لا يوجد اي مبرر، يعني في حد ادنى من الحريات لا يمكن التنازل عنها حتى في حالات الاستثنائية أو يسموها حالات الطوارئ، أو نحن عندنا مثلا التعبئة العامة أو إلى آخره. ولنفترض أن نحن خليني أفصل شوي في الموضوع. نعم. ولنفترض أن نحن خاضعين لقانون التعبئة العامة، وإن كان القانون يعني صادر فيه حكم محكمة ببطلانه وإلى آخره، ولكن خلونا نفترض أن نحن في المنطقة الشرقية خاضعين لهذا القانون. في الظروف الاستثنائية، في الحالات الاستثنائية تزداد حالة الخوف عند المواطن. يعني السلطة في الحالة الطبيعية بإمكانها أو يعني لولا القوانين اللي تنظم عملها من السهولة أن هي تتغول على الشعب، هذا في الحالة العادية. فما بالك في الحالة الاستثنائية اللي هي تزيل بعض الحدود أو تزيل بعض تزيل بعض القوانين اللي هي نوعا ما تحتاج إلى مساحة أن هي تمارس سلطتها. بالتالي الشعوب المتحضرة والدول المنظمة دارت قوانين للحالة تنظم الحالة هذه، ما تركتهاش على عواهن، لأن في احتمالية أن الحكومة أو السلطة تتغول في الحالة الاستثنائية. القانون اللي موجود في ليبيا قانون التعبئة العامة، للأسف الشديد لم يتم تعبئة الرأي العام به، لم يتم توعيتهم بمدى الحقوق اللي موجودات عندهم، شنو مدى الصلاحية، وين ممكن إن هو يذهب إلى أبعد حد. نعم. ومع هذا كل هذه القوانين عندما تصاغ لا يمكن أن هي تتنازل عن حد أدنى للحقوق، مثل الحق مثلا في محاكمة عادلة. نعم. الأمان الشخصي للإنسان، عدم التمييز، يعني حتى ما عندما يعني القانون يتيح لك أنك تدير أي إجراءات
نوعا ما فيها جانب من الظلم نرو، يجب ان يكون الظلم هذا حاله عامه، لا يستغل في يعني في استعماله ضد فئه معينه او ضد مثلا مجموعه معينه. طيب عدم التنميه. نعم سيد احمد. طيب الاخفاء القسري من ضمن الحقوق، عدم الاخفاء القسري من ضمن الحقوق. سنعود لهذه النقطه سيد احمد، يعني خليك معنا في هذا الموضوع، يعني لا مساومة على قضية الحقوق. ولكن دعني أشرك أيضا محمد عمران، السيد محمد عمران المدير التنفيذي لمركز دعم لحقوق الإنسان من تونس. سيد محمد تسمعني بوضوح؟ أسمعك بوضوح يا فندم. أهلا وسهلا وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بك سيد محمد عمران. بداية يعني أتكلمت أنا في المقدمة، حكيت عن قضية الجهات اللي تحاول أن تجرم فكرة حقوق الإنسان، أو على الأقل تحاول شيطنة حقوق الإنسان، وأن هي ربما يعني شيء مستورد من الغرب، مع أن يعني هي حقوق الإنسان أصبحت يعني منتج إنساني عالمي. فكيف قراءتك لهذه القضية، أو على الأقل لماذا انتشر يعني المناخ بعد الربيع العربي، أو خلينا نقوله بعد كم سنة من ظاهرة الانتفاضات، يعني الآن 7 سنة أصبحت في ثقافة جديدة، ثقافة النيل من حقوق الإنسان ومطاردة الناشطين ليوثقوا الانتهاكات ضد حقوق الإنسان. أولا مساء الخير وكل سنة وحضراتكم طيبين. مساء النور، كل عام وانتم بخير. أهلا وسهلا بك. نتمنى عام جديد سعيد على كل الإخوة في ليبيا، ونتمنى أن تكون السنة دي سنة حل المشاكل إن شاء الله، وسنة احترام حقوق الإنسان في ليبيا إن شاء الله. بمنتهى البساطة يا فندم، أن دائما عندما تزيد انتهاكات أو تكون هناك أنظمة تأخذ الانتهاكات منهج، انتهاكات حقوق الإنسان كمنهج لها، دائما ما تنتشر نظرية المؤامرة، ونظرية أن حقوق الإنسان هي قادمة من مفهوم غربي وليست مناسبة لمجتمعاتنا. وده الكلام ده بيحصلش كان يعني ما حصلش في الدول العربية بس، حصل في كثير من مناطق العالم. دائما ما كان تتهم حقوق الإنسان ونشطين حقوق الإنسان بأنهم موالين للغرب أو موالين لأنظمة غربية، والحقيقة ده بسببه أن في مفهوم خاطئ للتطور حقوق الإنسان أو نشأة حقوق الإنسان. لأن بدايات صياغة حقوق الإنسان على سبيل المثال في منطقتنا العربية، كان هناك من لبنان كارل مالك، وهو ساهم بشكل كبير جدا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويمكن هو الدباجة هو اللي صاغها لوحده، الخاصة بالمقدمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو اللي صاغها متفردا يعني. بجانب ان لغة صياغة حقوق الانسان كانت في الاساس مكونة من 18 فرد، كل يعني يمثلون كافة الثقافات والهويات المختلفة، اللي تقدر لما تجتمع مع بعض تصيغ وثيقة تكون بتضمن يعني تكون بتراعي كافة الخلفيات الثقافية والهويات المختلفة. طيب وبالتالي وبالتالي تفضل اكمل. فكرة ان حقوق الانسان هي مفهوم غربي، لا، هي مفهوم كوني، هي انشأت بطريقة كونية، كانت كل الثقافات موجودة. حتى في بعض المواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الانسان، بعض الثغرات الموجودة فيها ناتجة عن احتجاجات بعض الثقافات والهويات ديت من جنسيات او دول مختلفة، وبالتالي اضعفت بعض مواد حقوق الانسان، وبالتالي حتى نظرا لاختلاف الثقافات تم بعد ذلك خلق ما سمي بالبروتوكول الأول والبروتوكول الثاني، وهو الاختياري أو الإجباري نظرا لاختلاف الثقافات. إذن فهي يعني تهمة إن هي جاية من الغرب دي تهمة مش صحيحة تماما، وفقط هي سببها إن بيكون في أنظمة بتحب يعني يعني تكون منهجها انتهاكات حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت بيكون إن هو بيحاول يلاقي شماعة يرمي عليها المراقبون اللي هم بياخدوا بالهم بالانتهاكات. نعم، يعني الأنظمة الاستبدادية التي تحاول أن تستمر في سياسات القمع كما أشرت. ولكن يعني تكلمنا الآن بشكل عام عن قضية حقوق الإنسان وفكرة حقوق الإنسان ومفهوم حقوق الإنسان، ولكن يعني خلينا نغوص أكثر في الحالة الليبية. يعني في مركز دعم لحقوق الإنسان، كيف تقرؤون الملف الليبي في قضية حقوق الإنسان على الأقل في العام المنصرم الماضي؟ الحقيقة ان يعني عشان نكون يعني بمنتهى الصراحة، نحن تمنينا في اول لقائنا ان تكون السنة دي تكون سنة الحل، ولكن الحقيقة ان الملف حقوق الانسان في ليبيا هو ملف مظلم وشائك جدا، وللأسف انه متعدد الاطراف.
نظرا لتعدد اطراف المشكله في ليبيا، وبالتالي انت مش قادر بالظبط تحدد من هي الجهه المسؤوله فقط عن الانتهاكات، لان كل الجهات مشتركه في تلك الانتهاكات. وزي ما بيقول اهدر دمه بين القبائل، يعني نعم. انت مش قادر يعني كل ما تحط ايدك على جهه هي دي اللي بتمارس الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان، تكتشف ان كافه الجهات بتمارس نفس الانتهاكات حتى وان كانت بدرجات متفاوته او باغراض مختلفه، ولكن في الاخر هي في الاخر هتفضل في حقيقة الأمر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. جيد، دعني أنتقل وأشرك السيد أحمد الشركسي مؤسس حراك خطونا. سيد أحمد، هل تسمعني بوضوح؟ أهلا وسهلا بك خليل، مرحبا ومرحبا المستمعين ومرحبا بالسادة الأفاضل، أهلا وسهلا بك. نعم أهلا وسهلا بك. بداية يعني يا أحمد، في خلال الحراك اللي أنتم قدتوه على السوشيال ميديا وتقودوا فيه في المواقع الإلكترونية، ودائما تحاولوا انكم ترصدوا الجهات اللي هي تنتهك في 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 حقوق الانسان، والجهات اللي هي دائما يعني كل يوم تاخذ في خطوه ابعد عن القانون وعن العداله، شن ابرز النقاط اللي لفتت انتباه يعني انتباهكم خلال الاشهر الماضيه خلال عام 2017؟ والله يا خليل، هي المشكله في ليبيا تحتاج الى تشخيص دقيق. الاشكال اللي صاير في ليبيا ان هناك حالة من تأسيس نظام قمعي ديكتاتوري جديد. قانون التعبئة وما شبهها من القوانين اللي هي تكرس نظام ديكتاتوري، تحاول سلب حرية الناس، تحاول استخدام القمع لإسكات الصوت المدني. وللأسف يا خليل أن نعم. هذه الحالة تحتاج إلى بعض الشخصيات، تحتاج إلى بعض المناهج الدينية اللي تعتمد عليها استخدام النص الديني لإقصاء الأطراف المدنية. نحن في ليبيا أنت عارف يا خليل، نحن عندنا 7 سنين عندنا فيها حالات انتهاكات يعني عددها كبير جدا. نبدأ في طرابلس عبد المعز بنون، نجول بنغازي اليوم، ربيع الجياش وعبد المطلوب السرحاني وجنوب كذلك. حالات الإقصاء وحالات التغييب هذه كلها تعمل فيها النص الديني لإقصاء التيار المدني. طبعا في 2012 دام النص الديني عن طريق أنصار الشريعة وما شاكلها وما شابهها، أو اليوم عن طريق استخدام السلفية اللي هي العصا او هي العصا اللي يستخدم فيها السلطه القمعيه الدكتاتوريه لضرب التيار المدني، يستخدموا فيها لاقصاء وتغييب هؤلاء، لانه يا خليل من المعروف نعم. كما ذكر في الاثر انه من ملك استاثر. السلطه القمعيه او السلطه الدكتاتوريه سواء التي تحتكم للنص او التي تحتكم للرتبه العسكريه، كليهما شو يحتاج يا خليل؟ يحتاج الى عصا. العصا هذه هي يمثلها التيار الديني اليوم الذي يستخدم في النصوص الدينيه لإقصاء التيار المدني. فعندنا حالات نعم. كثيرة، عندنا حالات كيف ما ذكرت لك أنا وهذا على سبيل المثال الحصر عبد المعز بنون، عندنا اليوم ربيع من عفوش نعم. صاير فيه ربيع الجياش وغيره، يعني عدد كثير من النشطاء تم إخفائهم وتم صرح التعذيب. طيب حالات طيب أحمد، يعني نعم. يعني سأعود إليك، ولكن دعني أنتقل أيضا للسيد أحمد تواتي. أحمد، تكلمت عن دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في الضغط وفي يعني في محاولة السير قدما في قضية الترويج لحقوق الإنسان والترويج لحريات، ولكن كناشط مدني كيف تقيم حراك الجماعات المدنية في ليبيا؟ يعني مش في مكان محدد، يعني في الغرب في الشرق في كل مكان. شوفوا، الحراك المدني هو اللي أوصلنا على الأقل لحالة من حالات التخلص من اللي هي الورم الأكبر وهو ورم الإرهاب. كيف؟ الحراك المدني بعد الثورة كان ناشط جدا في أنه هو يرفض كل جماعات مسلحة خارج إطار الدولة وخارج إطار القانون. ليش؟ لإيمانا أن لا يمكن أن تقوم دولة إلا بوجود جماعات منضبطة، جماعات تحترم القانون. مش المواطن على الأقل، القانون هو من يحدد آليات الاحتكاك مع المواطن وكيف حقه وكيف ممكن إن هو في حال تعرض لأي الانتهاك إن هو يأخذ حقه أو يلجأ للقضاء إلى آخره. طيب أحمد، يعني دعني أقاطعك في هذه النقطة، يعني نعم. هل يعني كيف من الممكن، يعني هل في آلية يعني تقدر من خلالها أنك أنت تعمق وتعزز الواعز القانوني داخل الضمير المجتمعي كناشط مدني؟ يعني هل في آلية من خلال الترويج لقضية حقوق الإنسان، الآليات المتاحة على الأرض اللي ممكن تشتغلوا بها في هذه المرحلة؟ هو التوعية جزء مهم جدا في الموضوع هذا.
خلي انا بس نستطرد لك في الفكره اللي انا كنت بنوصلها. نعم جيد اكمل. نعم نعم. لما توقف يعني تصدى المجتمع المدني بكل يعني صراحه قوه وكل شجاعه للمجموعات اللي هي المنفلته الغير منضبطه اللي لا تخضع لاي تراتبيه، لا يضبطها قانون حتى على انفسهم، هم انفسهم يعني لما واحد في مجموعه مسلحه يموت ما فيش قانون يضمن له حقه او يسجله ياخذ ضمان اجتماعي او الى اخره او الى اخره في اي نزاع. الحالات هذه او الارهاصات هذه ولدت بان خرج في المنطقه الشرقيه نوالي جيش سميها كيف ما ممكن نسموها، وجاءت بناء على طلب من الناس ان هي تضبط الامن، ان هي تحارب هذه الجماعات، ان هي تستعمل القانون هو الاساس والمعيار في تحركاتها. بعد الآن 3 أو 4 سنوات للأسف الشديد نكتشف أن لا تزال هذه الممارسات موجودة. يعني طيب. المجتمع المدني نعم. عندما خرج على المجموعات المسلحة سواء دروع سواء أنصار الشريعة نعم. لم يخرج عليها لأن هيك اسمها، خرج عليها لأن هي تنتهك في الحقوق، لأن هي تخطف في الناس، لأن هي تقتل في البشر، لأن هي تخفي فيهم قصريا وهل هم ما يعرفوش وين هم، لأنها تستعمل في ممارسات خاطئة. نعم. للأسف هذه الممارسات لا يزال جزء كبير منها موجود. جيد. بالتالي يعني نحن عبارة الآن لما تتكلم ليش من قبل كان نوعا ما المجتمع من قبل قابل لفكرة أن في إنسان مدافع مدني يخرج ويتكلم على هذه الانتهاكات والمجتمع رافض معاه هذه الانتهاكات. الآن نعم. جيد. في واعز للخوف، في حالة من الخوف عند المجتمع، في حالة من والله لا مازال شوية لا الله غالب تبريرات، حالة من المحاولة يعني رفض أي خطاب ممكن إنه هو يقول يا جماعة في مشكلة في هذه الأجسام يفترض إصلاح. يعني نحن هذه الأجسام طيب نعم. طيب سيد أحمد يعني سأعود لهذه النقطة ولكن دعني أنتقل من جديد للسيد محمد عمران المدير التنفيذي لمركز دعم. سيد محمد في خلال يعني عملكم مركز دعم أنا لدي سؤال بصراحة من شقين. يعني الأول كيف تقرؤون الحالة الليبية مقارنة مع الدول الأخرى اللي يهتم بها المركز، يعني مقارنة من أجل الفهم يعني، وأيضا يعني انتشار ثقافة الانتهاك. يعني في مرحلة ما قبل الانتفاضات الانتهاك أو ثقافة الانتهاك كانت مقتصرة على جزء من الأنظمة، يعني ليس الكل في الأنظمة. بعد الانتفاضات العربية أصبحت ثقافة الانتهاك يعني ثقافة مجتمعية إنجاز التسمية، يعني تقريبا الرأي العام لديه قبول لثقافة الانتهاك، أخبار التغييب القسري أو الإخفاء القسري والتغييب وحالات القتل خارج القضاء والقانون إلى آخره. نعم. شكرا أستاذ خليل على سؤال حضرتك. طبعا بالنسبة فيما يخص المقارنات ما بين المركز تحديدا مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان يعمل في 3 دول ومركز شبه إقليمي يعمل في 3 دول هي مصر وتونس وليبيا، وهي الدول التي شهدت انتفاضات عربية واسعة في 2010 وما أطلق عليه بين ظفرين الربيع العربي. الحقيقة ان المقارنات دائما بتكون مش منصفة، لان لكل دوله ليها يعني المناخ الاقتصادي والثقافي والسياسي والاجتماعي والبعد المجتمعي والثقافي والهوياتي الخاص بها، وبالتالي لما هنضع الدول المقارنات في حاله حقوق الانسان هتبقى المقارنات غير منصفه نظرا للحالات المتفاوته للمجتمعات في الدول الثالثه. ولكن نعم. بمنتهى الصراحة تتزين ليبيا قائمة الانتهاكات في يعني حجم كثرة حجم الانتهاكات وخاصة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. يعني احنا المركز دعم اصدر العام المنصرم اللي هو 2017 اصدر تقرير عن تطور السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان في مصر وتونس وليبيا، والحقيقة ان احنا وجدنا في ليبيا ان حجم الانتهاكات الجسيمة مما يعني انتهاك الحق في الحياة وغياب المحاكمة العادلة او الحرمة البشرية. طيب سيد محمد يعني توضيح اكثر انتهاكات جسيمة باي معنى، يعني تحديد اكثر لهذا الموضوع. حاضر. في عندما يتعلق الامر ب يعني موت الذات البشريه
أو إخفائها قسريا أو انتهاك حرمتها، دي كلها بتسمى انتهاكات جسيمة. على سبيل المثال المحاكمة الغير العادلة وتنفيذ حكم الإعدام بدون محاكمات عادلة، ده يسمى انتهاكات جسيمة. وهنا نتكلم على جميع الأطراف، سواء إذا كانت أطراف منظمة أو أطراف هي الأطراف الإرهابية، فبالتالي الطرفين بيستخدموا نفس الآلية، اللي بيقع في إيده حد بيخلص عليه. وده حتى خارج نطاق حقوق الإنسان، ده يخش في نطاق جرائم الحرب. لما نتكلم على الاختفاء القسري المتفشي، نتكلم على الخوف عن المدافعين عن حقوق الإنسان. يعني إحنا بنتكلم إن ليبيا في السنتين أو في الثلاث أعوام الأخيرة شهدت وفاة واغتيال، يعني الله يرحمهم جميعا، كم لا يعني كم كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان، ودائما كلهم ينتمون إلى طيار واحد، يعني دائما معظمهم ينتمون إلى الطيار المدني المساند للدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة. الحقيقة الخطر كمان الكبير اللي بتواجهه ليبيا النهاردة هو ان في مؤسسات دينية بترتدي الزي الامني، وده في خطورة شديدة جدا، وللأسف انه بموافقة الاطراف المختلفة اللي بتصير الحكم حاليا في ليبيا، وده في خطورة شديدة على المواطنين وفي خطورة شديدة على الوضع العام في ليبيا. طيب اذا انتقل من جديد للسيد احمد التواتي. سيد أحمد، هل أنتم يعني كتيار مدني، هل أنتم متفائلون بالعام الجديد؟ يعني في أقل من دقيقة، في عجلة. أكيد التفاؤل يعني مش حنفقده، ولا الأمل حيفقد في أن نحن نبني دولة مدنية بمعاني حقيقية وباحترام. يعني بس يعني داني بس أعيد صياغة السؤال، يعني هل لديكم مؤشرات إيجابية على الأرض يعني تجعلكم تتفائلوا؟ لا مؤشرات على الأرض للتفاؤل، هذا هي لا تزال بعيدة نوعا ما، ولكن كلنا إيمان في وعي المجتمع. أنا حتى بس بنأكد على إن ما نبوش نعمق الثنائية، إن والله فيها مدافعين أو مجتمع مدني بعيدا عن الناس. الناس هم أي إنسان بإمكانه أن يكون يعني ناشط مدني، وبإمكانه أن يكون، بما أن الناس ما تستعملش في السلاح وقادرة أن هي توصل خطابها. فوعي الناس وإدراكهم بأهمية دورهم وبحقوقهم وحرية هي يجب أن ما يتخلش عنها، بإذن الله لا يمكن إلا أن ينصاع هؤلاء يعني المنفلتين للقانون وللدولة المدنية. نعم إذن أكتفي معك بهذا القدر. السيد أحمد تواتي، ناشط مدني، أشكرك جدا لمداخلتك، ويعني في نهاية المطاف أنتم تعولون على وعي المجتمع. أنتقل للسيد أحمد الشركسي. سيد أحمد، يعني خلال عملكم الميداني، أتكلم عن قضية التواصل بينكم وبين الجهات السياسية الرسمية. يعني نحن عارفين أن منظمات المجتمع المدني من المفترض أن هي تكون حلقة وصل بين المجتمع وبين الجهات السياسية الرسمية في الدولة، حلقة الوصل اللي هي تحاول أن يعني توصل للجهات السياسية المزاج العام، الرأي العام، الأشياء اللي هو يستشعرها، والمخاطر اللي هو وانعدام الثقة اللي يحس بها بينه وبين الجهات الرسمية السياسية. هل لديكم تواصل حقيقي مع جهات سياسية في الدولة؟ أكيد يا خليل، نحن عندنا تواصل مع الجهات السياسية، تواصل مع الجهات التنفيذية، الجهات التشريعية في الدولة. ولكن تعرف يا خليل، بسبب ما نتكلم عليه اليوم من حالات الانتهاك، صار حالة من الركود، صار حالة من الخوف المجتمع المدني أنه هو يعد حملات وتكتلات ويمارس أو يشكل كتلة احتجاجية ضاغطة تدفع باتجاه الدولة المدنية والديمقراطية، تدفع باتجاه الكبح من الانتهاك، الكبح من التغييب وغيره. فنحن عندنا اليوم نحاول يعني نديروا أكبر تكتل من المجموعات ومن الحركات، فعلا نشتغلوا على الشيء هذا، وفعلا لحد ما نشوفه في البسيط أمل، ولحد ما أصبح عندنا كتلة جيدة. تواصلنا مع الجهة التشريعية، تواصلنا مع الجهة التنفيذية، تواصلنا حتى مع مؤسسة الجيش في الشرق، رفعنا لهم مذكرات بما يحدث من حكاية التغييب ومن حكاية القمع وغيرها وما يحدث التشويه. ولكن اللي بنوهنا وذكرها أحمد هو عدم فصل المجتمع المدني عن الشعب، وكذلك هو توعية الناس إن راه لا يوجد حاجة اسمها حاكم عادل، لا يوجد شيء يسمى كتلة احتجاجية قوية
تصنع الحاكم العادل، وان الحاكم اللي هو الطول على كل شيء لا يكون عادل. هذه راهو عباره عن شيء في التراث، يوجد حاكم عادل، يوجد ملك فيلسوف، لا لا ما فيش منه اهتمام، في كتله احتجاجيه قويه، الشارع يمارس دوره، الضغط على المؤسسات التنفيذيه والتشريعيه وعلى مؤسسات الجيش وتفصل السلطات عن بعضها باش نوصلوا للدوله المدنيه الديمقراطيه، باش نوصلوا الى ان يوجد عندنا دوله يراعى فيها حقوق الانسان، تراعى فيها المدنيه، يراعى فيها المطالب اللي نحن يعني ترنا اليها انفسنا من 2011 تاع الجاي. طيب يعني دعني أقف عند هذه النقطة وأشكرك جزيل الشكر وأكتفي معك بهذا القدر، يعني السيد أحمد الشركسي مؤسس حراك خطونا، كنت معنا عبر الهاتف. أنتقل الآن للسيد محمد عمران. سيد محمد، يعني خلال أو دعني أقول من خلال المعطيات المتاحة الموجودة الآن، كيف من الممكن قراءة أو دعنا نقول تقديم قراءة استشرافية لمستقبل 2018 في الحالة الليبية؟ ترتبط دائما حالة حقوق الإنسان في أي دولة بالإرادة السياسية. خلينا دائما نكون متفائلين، دائما بتبص للأفضل. ما يحدث الآن من عودة أهالي طورجة أعتقد أنه مبشر، يعني مؤشر إيجابي. المضي قدما في طريق الانتخابات برضو أعتقد أنه مؤشر إيجابي. أعتقد أن الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية أعتقد أنها في حاجة إلى أن تكون بتساعد في حسم إيجابي للمسألة الليبية. أعتقد أن الأطراف الداخلية في ليبيا كمان انهكت من الصراع، وأعتقد أن حجم القوة في ليبيا بدأ يظهر، القوى السياسية على الأرض ابتدى يظهر، وبالتالي أن ممكن نبدأ نلتجئ إلى انتخابات. ده برضو هيكون خطوة في اتجاه فتح أو حل المشكلة في ليبيا. ولكن خلينا نقول دي كلها إجراءات، يعني إجراءات في الآخر تقف على التمني، ولكن يجب أن تكون الإرادة بقى اللي هي في منظمات المجتمع المدني وفي الأجيال القادمة لليبيا، يجب أن يكون منظمات لا تكتفي فقط بفكرة التوصيد، منظمات المجتمع المدني وخاصة العاملة في حقوق الإنسان تكون لا تكتفي فقط بفكرة الرصد والتوصيق، ولكن تكون بتسعى إلى فكرة نشر تعليم ومبادئ وثقافة حقوق الإنسان للأجيال القادمة في ليبيا، لأن هو ده مستقبل ليبيا الحقيقي. وفي النهاية أنا عشان طبعا وقت البرنامج، مفيش دولة هتكون ممكن تكون دولة متقدمة ودولة حضارية أو دولة مدنية أو دولة يعني زي ما اسمها ما شئت في صفوف التقدم والحضارة، إلا بتكون بتحترم بجدية وبشدة ملف حقوق الإنسان. طيب أشرك معي أيضا عبر الاتصال الهاتفي السيد محمد بزازة رئيس المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب. سيد محمد، أبدأ معك بسؤال، يعني سؤال تقليدي إنجاز التسمية، أهم المحطات التي قمتم برصدها، محطات انتهاك حقوق الإنسان خلال العام الماضي 2017؟ أهلا بك وأهلا بالمشاهدين. نعم أهلا وسهلا بك. بالنسبة لمنظمة أصوات ضحايا الإرهاب في بنغازي، عمل هذه المنظمة هو محصور في مدينة بنغازي، وكان يهتم ببداية هذه المنظمة يهتم برصد وتوثيق حالات الاغتيالات الممنهجة التي مرت بمدينة بنغازي. بعد ذلك حقيقة لم كنا نتوقع أن يصل حجم الانتهاكات إلى هذا الحد، ولكن مع الجماعات الإرهابية دائما لا ترى إلا الأسوأ. تطور الأمر في مدينة بنغازي من الاغتيالات حتى أصبح الأمر طال النساء والأطفال والشيوخ، سواء في صورة القذائف العشوائية أو الانفجارات في الميادين العامة، وأيضا الألغام التي حصدت بشكل مأساوي أرواح العديد من الأبرياء، خاصة في مناطق المدينة القديمة كسوق الحوت والصافي. نعم. ومنطقة البلاد بما يعرف البلاد بشكل عام، أيضا في مناطق القواشة. وما استغربناه يعني من المجتمع الدولي أن قضايا حقوق الإنسان أصبحت مسيسة بحيث أنها تستخدم للضغط على طرف دون طرف آخر،
ويتعامل المجتمع الدولي. طيب يعني أنا آسف على المقاطعة سيد محمد، أشرت لقضية الحسابات السياسية أو تعامل المجتمع الدولي مع أو تسييس قضية حقوق الإنسان للضغط على طرف دون آخر، ولكن في المقابل يعني في الداخل الليبي، خلينا نحكي عن الداخل الليبي، هل تستخدم قضية حقوق الإنسان بنفس الكيفية؟ بمعنى الجهات السياسية في مناطق نفوذها هل يعني تسيس قضية حقوق الإنسان التي ربما تحضر وتغيب في مكان؟ نعم، بكل تأكيد يعني أصبحت قضايا حقوق الإنسان تحضر وتغيب، ولكن لنكن منصفين من زاوية أخرى، نحن نعلم أن المجتمع الدولي وخاصة الدول الموصوفة بالكبرى أو بالعظمى في المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي فالكل يقول لا تحدثني عن الحرية وعن حقوق الإنسان. بالتأكيد جرائم هناك جرائم حدثت من جميع الأطراف السياسية، لكن الغريب والعجيب وما كنا نستهجنه أن الانقلاب السياسي في ليبيا أخذ منحنيات خطيرة جدا، أن بعض الأطراف وبعض الجهات وبعض المدن وظفت الإرهاب الأيديولوجي بطريقة سياسية لتحقيق بعض المكاسب. يعني على سبيل المثال ما قامت فيه مصراتة من جرائم بشعة في بنغازي من دعم الإرهابيين. نحن نعلم أن هذه المصراتة يعني هل سيد نعم سيد محمد اسمح لي نعم سيد محمد قامت بهذه العمليات هل تسمعني؟ واقع سياسي معين. نعم يعني هل من المنطقي يعني هل من المعقول أن يتم اتهام مدينة بالكامل في قضية يعني انتهاك حقوق إنسان أو في دعم إرهاب؟ يعني في نهاية المطاف كل المدن الليبية أو كل المناطق على الأقل يعني فيها إيجابيات وفيها سلبيات، لا يمكن أن يكون يعني هنالك رأي متطرف يمثل كل المدينة، يعني ألا تتفق معي؟ نعم، من ناحية نسبيا كلامك يعني كلامك صحيح، ولكن أيضا غير دقيق. أنا هنا أتكلم من ناحية نسبية، يعني لا أعمم، ولكن أتكلم على الغالب. يعني في العموم طيب. في مدينة مصراتة كانت الأصوات المنددة كانت أصوات شاذة وغالبا ما تتحدث من خارج مصراتة، لكن الرأي العام المصراتي وإن كان يؤمن بوجود داعش في بنغازي والقاعدة والحرام وإلى آخره، إلا أنه حاول توظيف هذه الأمور لأجل تحقيق أمور سياسية. ونحن إن كنا منصفين أيضا فيجب أن ننظر بعين واحدة ويجب أن نسمي الأسماء. طيب دعني أنتقل للسيد محمد عمران مدير المركز التنفيذي لمركز دعم. سيد محمد، يعني القول المشهور هي جملة مشهورة أصبحت تتداول قضية لا تحدثني عن حقوق الإنسان عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي، ألا ترى يعني أن قضية حقوق الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان هي أيضا جزء من الأمن القومي؟ طيب دعنا الأول نتفق أن المقولة ديت أصلا مستحيحة. نعم. يعني في حال صحت وزارة الخارجية البريطانية أصدرت بيان ونفت بيان في هذا الخصوص. نعم. وأن الجملة ديت يعني لم يتم استخدامها، وللأسف هي جملة غير صحيحة. نعم. نعم أنا أسمع فيك بشكل واضح. نعم ده مبدأ هي جملة غير صحيحة. نعم يعني جملة في الأساس هي جملة غير صحيحة غير موجودة، ولكن لنفترض جدلا أفندم لنفترض جدلا بصحتها، يعني نفترض جدلا بصحتها. يجب كمان أن نعترف أن العالم حاليا يشهد حرب ضد الإرهاب، وأن في أولوية قصوى لمكافحة الإرهاب، وأن المنطقة بتاعتنا وخاصة ليبيا فيها بؤر إرهابية كبيرة بيتم مواجهتها من أطراف متعددة. نعم. وإن العالم كله بانتخابات من أول ترامب وبعد كده بالبريكزيت بتاع 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 إنجلترا برئيس الوزراء الجديدة في إنجلترا، يعني إن في اتجاه لي اللي هو إعلاء قيمة الأمن على حقوق الإنسان. ولكن يعني أنت تشير لقضية أن الإرهاب نجح أنه هو يعني يحول دول الحريات ودول القانون إلى دول بوليسية دول أمنية، يعني بعض الطيارات داخل هذه الدول بيحاول
نعم. يحاول في ده. في بعض انقسامات حصلت في مجتمعات كبيره كما حدث في الولايات المتحده الامريكيه. الانتخابات الاخيره اثبتت ان في انقسام كبير داخل المجتمع على تحديدا القضيه الخاصه بالهجره غير الشرعيه ومكافحه الارهاب وتحديدا الاسلام السياسي. دي كلها قضايا احنا كلنا يعني بنعيش فيها بحكم ان احنا من المنطقه وبحكم ان احنا متاثرين بالمتغيرات الدوليه دي. فده يعني خلينا نقول ان حاليا في يعني في اتجاه الى هذا الاساس. ولكن سريعا ما نظمت منظمات المجتمع المدني والدوليه والمحليه والاقليميه انفسها وعقدت كثير من المؤتمرات والندوات واخرجت كثير من التوصيات فيما يعني فكره التوازن ما بين الحرب على الارهاب واحترام حقوق الانسان. نعم. بجانب خلينا نتكلم في المساله الليبيه تحديدا. نعم في عجاله. في المساله الليبيه تحديدا يا جماعه في ليبيا الموضوع بمنتهى البساطه او بمنتهى الصراحه يجب ان يتم حله من جذوره لان المشاكل عميقه. يعني لما نسمع الاخ الاستاذ محمد بزازه وهو بيتكلم عن ان مدينه مثلا ارتكبت انتهاكات في حق مدينه اخرى او ان والتعميم في ذلك وكذا. احنا محتاجين لعدالة انتقالية في ليبيا للوصول الى مصالحة وطنية شاملة. والمصالحة الوطنية الشاملة بدون مراحل العدالة الانتقالية الطبيعية اللي هي كشف الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر وصولا الى المصالحة الوطنية الشاملة هتكون تطيب خواطر. نعم. هتكون يعني هتكون مسكن لألم لجرح كبير موجود ما تمش علاجه بشكل كويس وبالتالي الجرح ده بعد كده هيسبب امراض اكبر. طيب. وبالتالي نعم. احنا محتاجين نلتجئ في ليبيا الى اليات حقوق الانسان. طيب. محتاجين في ليبيا نلتجئ الى اليات العداله الانتقاليه حتى نضمن مستقبل امن لليبيا. نعم اشكرك جزيل الشكر السيد محمد عمران المدير التنفيذي لمركز دعم لحقوق الانسان كنت معنا من تونس. اشكرك جزيل الشكر وممتن لك لهذه المداخله. أنتقل إلى السيد محمد بزازة. سيد محمد ما هي أبرز التحديات يعني أو شن أهم التحديات اللي تتواجهها حاليا في قضية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان على الأرض؟ أقصد العمل على الأرض يعني في كل ليبيا في الجنوب في الشرق وفي الغرب بشكل وجيز وفي عجالة لو سمحت. والله حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان في يعني في ليبيا بشكل كامل تحتاج الى فريق اممي وليس الى نظمه اصوات ضحايا الارهاب يعني للاسف يعني نقولها. نعم. وبكل مراره ونحن يعني لربما نضحك بتهكم وشر البليه فيما يضحك. نامل يعني اشدد على ما قاله ضيفك الكريم منذ قليل بخصوص العداله الانتقاليه. نحن بحاجه الى جبر الضرر، نحن بحاجه الى تسميه الاشياء بمسمياتها والاعتراف بالأخطاء، وإلا فإن سياسة المسكنات لربما ستزيد الضحايا استفزازا ولربما تقودنا إلى عمليات انتقامية خارج إطار القانون، وخاصة نحن يعني نعيش في ظل انتشار رهيب للسلاح، فبدون تحقيق عدالة وبدون حلول جذرية لأصول المشاكل في ليبيا فإنني أخشى أن يطول أمد هذا الانفلات وهذه الفوضى وهذه الانتهاكات. نعم أكتفي معك بهذا القدر وأشكرك جزيل الشكر السيد محمد بزازة رئيس المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب كنت معنا عبر الهاتف. يعني زي ما شفتوا لما ناقشنا قضية حقوق الإنسان مع الضيوف الكرام يعني قدرنا على الأقل نعرف في خلال هذا العصف الذهني يعني وخلونا نقول التفكير بصوت عالي مع بعضنا أن حقوق الإنسان أو ملف حقوق الإنسان أو فكرة حقوق الإنسان هي جزء من الأمن القومي وهي الأصل اللي مفروض نحن نبنو عليه من أجل استقرار سياسي. طبعا قضية اتهام مدن بأكملها أكيد نحن كلنا ضده، لا يمكن بأي منطق عقلاني أو حتى بأي منطق وطني أن يتم اتهام مدينة بالكامل أو قرية بالكامل إن هي تقف وراء جرائم حرب. هذا شيء يعني لا يقبله العقل، وأساسا حتى الواقع المعايش اللي نحن عايشينه أكيد عنده دلائل مختلفة على هذا الموضوع. الغريب إن يعني في الذاكرة الليبية لو أن نحن نرجع يعني فلاش باك يعني عودة بسيطة للذاكرة الليبية في قضية العدالة الانتقالية تحديدا نشوفوا كيف إن يعني الأجداد أو الأباء المؤسسين للدولة الليبية الموجودة حاليا كيف إنهم قدروا يتجاوزوا
فكرة العدالة الانتقالية بشكل يعني آنذاك، نحكو نحن على خمسينات القرن الماضي، كيف هم يعني داروا نوع أو نموذج ثري جدا ومتقدم حتى على مستوى العالم. نحكي تحديدا على ميثاق الحربي، الميثاق أسقط كل الحقوق، أسقطهم بشكل مؤقت. يعني أكيد من الصعب أنك أنت تمشي للضحية وتقول لها يعني لو سمحت أرجوك كون ضحية من جديد المرة الثانية وتنازل عن حقك، ولكن كان في هم وطني وكان في مسؤولية وطنية عند الأجداد، عشان هيك قدروا يحققوا مفهوم أسمى وأكثر نبل من قضية العدالة الانتقالية اللي هي قائمة على يعني على استخلاص الحقوق. أسقطوا كل الحقوق مؤقتا من أجل أن المجتمع والشعب يعبر هذه المرحلة. ما جوش في وقت من الأوقات وقالوا هذا يعني اشتغل مع حكومة الفاشست، وهذا يعني اشتغل مع الاستعمار وينبغي محاسبته. إذن فاصل قصير ونعود من جديد. المخرج أشار لي أن التوقيت يعني توقيت الفقرة انتهى، خلوكم معنا ما تمشوش بعيد.